احنا في ملاوي 78 قرية، بحلم ان بانوراما تكون في 78 قرية دول. اسمي يوسينا سمير، من قرية البرشا. فكرتي هي بانوراما برشا، هي فكرة مسرح شارع ومهتمة بالفتيات. عندي 28 سنة. بانوراما برشا دي هي مسرح شارع بيهتم اكتر بمشاكل الستات والبنات في الصعيد ومشاكل الاطفال. عاوزه شوكت الواحد ما بيعرفش يفك الخط، بس معاه فلوس، مش مهم مناسب ليا ولا لا، مش مهم بحبه ولا لا، بس مهم ان هم يخلصوا مني خلاص. قابلنا صعوبات كتيرة ان ازاي بنات تمثل في الشارع. طبعا تعرضنا لتحرش، تعرضنا لحاجات كانت صعبة كتيرة في البدايات. تعرضنا ازاي ان احنا اصلا نمثل ومن غير اي امكانيات خالص. الكورونا اثرت يعني، علشان احنا المفروض ان احنا اصلا شهر 3 ده كله شغلنا فيه للمرأة، عشان اليوم العالمي للمرأة والعيد الام وكل الشغل المرأة في شهر 3. دايما بحلم ان البنت تكون هي الاساس في القريه، يعني مش هي اللي هو حاجه مهمشه، لا هي بتعمل بتوصل، ولو عايزه توصل هتوصل. اكتر حاجه كانت بتفرحني لما كانت بتجيب لنا ست كبيره وتقول لي ان هي تراجعت عن فكره جواز بنتها. الفن بجد بيغير، وبانوراما برشا خيرت كتير قوي، مش اي حاجه وخلاص.